بأرقى العبارات وأمدى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات، أرحب بكم تلاميذي في الصف الأساسي الثاني في شرح جديد في مادة قواعد اللغة العربية، العنوان ضمائر المخاطب والمتكلم. الهدف من درسنا يا عزيزي أن تتعرف إلى ضمائر المخاطب والمتكلم وكيفية تصريفها مع الفعل الماضي، وأن تحول من المذكر إلى المؤنث وبالعكس. الضمائر ثلاثة أقسام: ضمائر الغائب، ضمائر المخاطب، ضمائر المتكلم. في البداية سنتذكر معا ضمائر الغائب وتصريفها مع الفعل الماضي. للمفرد المذكر نستعمل هو، مثال: هو نام باكرا. الفعل هنا نام، حركة الحرف الأخير فتحة. للمفرد المؤنث نستعمل هي، نقول: هي نامت باكرا. أضفنا إلى آخر الفعل تاء التأنيث. للجمع في المذكر أو المؤنث نستعمل هم، نقول: هم ناموا باكرا. أضفنا إلى آخر الفعل واو الجماعة. أما الآن فسنتعرف إلى ضمائر المخاطب: أنت، أنت، أنتم. الضمير أنت حركة التاء الفتحة يستعمل للمفرد المذكر: طبيب، نقول: أنت طبيب ماهر. الضمير أنت حركة التاء الكسرة يستخدم للمفرد المؤنث: قطة، نقول: أنت قطة لطيفة. الضمير أنتم يستخدم للجمع في المذكر أو المؤنث، كأن يكون عندي مجموعة من الذكور والإناث معا. تلاميذ، نقول: أنتم تلاميذ مجتهدون. نستنتج: ضمير المخاطب يستخدم عندما نوجه كلامنا إلى شخص أمامنا. بعد أن تعرفنا إلى ضمائر المخاطب والغائب، سنتعرف الآن إلى ضمائر المتكلم. الضمير أنا للمفرد المذكر أو المؤنث. في المذكر نقول: أنا نجار نشيط. في المؤنث نقول: أنا معلمة محبة. الضمير نحن للجمع في المذكر أو المؤنث. في جمع المذكر نقول: نحن تلاميذ رائعون. في جمع المؤنث نقول: نحن فتيات مرتبات. نستنتج: ضمير المتكلم يستخدم حين يريد الشخص أن يتحدث عن نفسه أو عن مجموعة. أتمرن شفهيا تصريف الفعل أخبر مع ضمائر المخاطب: أنت حركة التاء الفتحة، نقول: أخبر تاء. أضفنا إلى آخر الفعل تاء مفتوحة. أنت حركة التاء الكسرة، نقول: أخبر تي. أضفنا إلى آخر الفعل تاء حركتها الكسرة. أنتم، نقول: أخبرتم. انتهى الفعل بتم. ضمائر المتكلم: الفعل أخبر. الضم أنا، نقول: أخبرت. أضفنا إلى آخر الفعل تاء مفتوحة حركتها الضمة. الضمير نحن، نقول: أخبرنا. أضفنا إلى آخر الفعل نا المتكلمين. بعد الانتهاء من شرح الدرس ننتقل إلى الأعمال التطبيقية
في الصفحة 99 في الكتاب الرابع. السؤال الثالث، املأ الفراغ بالضمير المناسب. الضمائر هي أنت، أنت، أنتم، أنا، نحن. مثال: يا عنبر هر يحب اللعب. الضمير المناسب أنت، حركة التاء الفتحة. السؤال الرابع، صل بين الفعل والضمير المناسب. هاجرتم. الضمير المناسب لهذا الفعل أنتم. أكمل العمل بهذه الطريقة. دمتم بخير وأمان. إلى اللقاء.